السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقترح عليكم اليوم الامتحان الوطني الموحد دورة يونيو 2008، الدورة العادية، مسلك علوم الحياة والأرض، التمرين الرابع في المناعة. إذن يصاب بعض الأطفال بقصور مناعي نادر، فيتعرضون باستمرار لأمراض تعفنية تنفسية وجلدية وإسهال. لفهم أسباب هذا القصور نقترح دراسة المعطيات الآتية: تم قياس تركيز بعض العناصر المناعية في الدم عند طفل مصاب بالقصور المناعي المدروس وعند طفل آخر سليم، وتبين الوثيقة رقم 1 نتيجة هذا القياس. إذا الوثيقة: فيما يخص اللمفاويات ومضادات الأجسام في الدم بالنسبة للطفل السليم وبالنسبة للطفل المصاب بالقصور المناعي المدروس. عدد اللمفاويات تي في كل عدد اللمفاويات تي في كل واحد ميكروليتر. إذا عند الطفل السليم محصورة ما بين 200 و4000، عند الطفل المصاب غير موجودة. عدد اللمفاويات بي دائما في كل واحد ميكروليتر، بالنسبة للطفل السليم محصورة ما بين 1000 و2000، أما بالنسبة للطفل المصاب فهي تساوي 1250. أما فيما يخص تركيز مضادات الأجسام بالميليغرام في كل واحد ديسيليتر، فيما يخص الطفل السليم أكثر من 400، أما بالنسبة للطفل المصاب بالقصور المناعي فهي غير موجودة. السؤال: كيف تفسر غياب مضادات الأجسام عند الطفل المصاب؟ ربما اتضح لكم ذلك. فيما يخص عدد اللمفاويات تي كما نلاحظ فهي غير موجودة عند الطفل المصاب. فيما يخص عدد اللمفاويات بي فهي موجودة بشكل بعدد كافي طبيعي كما نلاحظ 1250. أما فيما يخص تركيز مضادات الأجسام فهي غير موجودة. هنا تطرح لنا إشكالية بطبيعة الحال، لماذا تركيز مضادات الأجسام غير موجودة عند الطفل المصاب رغم توفرها على عدد كافي أو عادي من اللمفاويات بي؟ ونحن نعلم أن مضادات الأجسام يتم إنتاجها من طرف اللمفاويات بي. هنا تطرح الإشكالية كما أشرت بطبيعة الحال، لماذا هذا الطفل المصاب لا يتوفر على مضادات الأجسام رغم أنه يتوفر على عدد كافي أو عادي من اللمفاويات بي؟ تذكير فقط أن اللمفاويات بي بطبيعة الحال تتكاثر وتنشط وتتحول إلى بلزميات منتجة لمضادات الأجسام، يتم ذلك بفضل اللمفاويات تي وخصوصا تي 4 التي تعتبر أساسية في تنشيط اللمفاويات بي وجعلها تتكاثر وتتحول إلى بلزميات. لأن بدون اللمفاويات تي لا يتم تنشيط بطبيعة الحال اللمفاويات بي، وبالتالي هذه الأخيرة لا تتحول إلى بلزميات، وبطبيعة الحال هذا أدى بطبيعة الحال إلى عدم إنتاج مضادات الأجسام. فعلا جوابنا سيكون على الشكل التالي كما أشرت إلى ذلك، لأن رغم توفر الطفل المصاب على اللمفاويات بي بكمية عادية فإنه غير قادر على إنتاج مضادات الأجسام. السبب في ذلك بطبيعة الحال هو غياب اللمفاويات تي، خصوصا اللمفاويات تي 4 التي تعتبر أساسية لتنشيط اللمفاويات بي وجعلها تتحول إلى بلزميات منتجة لمضادات الأجسام. أتابع: تبين الوثيقة 2 ظروف ونتائج تجارب أنجزت على الفئران. نتعرف على هذه التجارب. إذا الفأر خضع لمعالجة أدت إلى القضاء على اللمفاويات تي. إذا الفأر الأول لا يتوفر على اللمفاويات تي، تم حقنه بطبيعة الحال بفيروس كما نلاحظ. إذا اللمفاويات تي 4 غير موجودة ولكنه يتوفر، تم حقنه بالفيروس. فيما يخص الفأر الثاني هو عبارة عن فأر بطبيعة الحال إذا يتوفر على اللمفاويات تي، بطبيعة الحال قمنا بحقنه في هذه الحالة بالفيروس. دائما في هذه الحالة أخذ اللمفاويات وزرعها في هذه الحالة بطبيعة الحال. إذا في الحالة الثالثة هناك تواجد اللمفاويات تي 4 ولكن بطبيعة الحال عدم وجود الفيروس. لدينا ثلاث حالات: إذا وجود اللمفاويات تي 4، عدم وجود اللمفاويات تي 4 ووجود الفيروس. الحالة الثانية وجود كل من اللمفاويات تي 4 والفيروس، والحالة الثالثة وجود اللمفاويات تي 4 وعدم وجود بطبيعة الحال الفيروس. إذا تم أخذ اللمفاويات 7 أيام بعد الحقن وزرعها بطبيعة الحال كما ربما تلاحظون معي في أوساط الزرع. إذا كما نلاحظ تم استخلاص السائل الطافي من أوساط الزرع الثلاث، ثم إضافة السائل الطافي لوسط به خلايا لمفاوية بي وتي قادر على التكاثر بتواجد الأنتلوكينات، وهي عبارة عن وسائط كيميائية أشرت إليها سابقا. إذا فيما يخص النتائج، الوسط الأول عدم تكاثر اللمفاويات، الوسط الثاني تكاثر اللمفاويات، والوسط الثالث عدم تكاثر اللمفاويات. بطبيعة الحال السؤال: وضح لماذا تتكاثر الخلايا اللمفاوية في الوسط 2 ولا تتكاثر في الوسطين الرقم 1 و3؟ إذا لنوضح ذلك. إذا فيما يخص بطبيعة الحال الوسط رقم 1 نلاحظ عدم تكاثر اللمفاويات. نحن نعرف بطبيعة الحال أن في هذا الوسط بطبيعة الحال كان هناك غياب للمفاويات تي 4 ولكن وجود للفيروس. وأشرت بطبيعة الحال قبل لحظات بطبيعة الحال أن اللمفاويات تي 4 هي التي تنشط بطبيعة الحال اللمفاويات بي وتجعلها تنتج مضادات الأجسام.
إذا في هذه الحالة بطبيعة الحال وعدم وجود لمفاوية تي 4 أي عدم إفرازها للوسائل الكيميائية الأنترلوكينات التي تمكن اللمفاوية بي بطبيعة الحال من التكاثر والتحول إلى بلزميات منتجة لمضادات الأسم، وبالتالي في الوسط رقم واحد هناك عدم تكاثر للمفاوية. فيما يخص الوسط الثاني كما ربما تبين لنا ذلك، إذن هناك وجود للمفاوية تي 4 وبطبيعة الحال بالإضافة إلى الفيروس. إذن في هذه الحالة ربما السائل الطافي في هذه الحالة سيحتوي على الأنترلوكينات الوسائل الكيميائية، وسيعمل بطبيعة الحال على تنشيط كل من اللمفاويات بي وتي بطبيعة الحال. في هذه الحالة بطبيعة الحال سينتج عن ذلك تكاثر اللمفاويات في الوسط اثنان. أما فيما يخص الوسط ثلاثة كما نلاحظ، إذن عدم وجود فيروس أي عدم وجود مولد المضاد الذي سوف ينشط الذي سوف بطبيعة الحال يحسس لمفاوية تي 4 ويجعلها تفرز الأنتيلوكينات، إذن غياب مولد مضاد في هذه الحالة بطبيعة الحال أدى ذلك إلى عدم وجود أنتيلوكينات وبالتالي عدم تكاثر اللمفاويات في هذه فيما يخص الوسط ثلاثة. إذا الوسط فقط لمزيد من التوضيح، إذا الوسط واحد عدم تكاثر اللمفاويات، إذا عدم وجود أنتيلوكينات كما ربما بينت ذلك لغيابي بسبب غياب اللمفاويات تي 4 التي تنتج هذا الوسيط الكيميائي، إذا بطبيعة الحال إذا عدم وجود اللمفاويات تي 4. فيما يخص بطبيعة الحال الوسط الثاني وجود الأنتيلوكينات الذي تم بطبيعة الحال إفرازه من طرف اللمفاويات تي 4 وجود مولد مضاد، إذا فعلا هناك تكاثر للمفاويات. والحالة الثالثة ربما عدم وجود الأنتيلوكينات بطبيعة الحال بسبب غياب وجود مولد مضاد رغم تواجد اللمفاويات تي 4، لأن اللمفاويات تي 4 لا تبدأ في إنتاج الأنتيلوكينات إلا بعد تحسيسها من طرف مولد مضاد معين، إذا في هذه الحالة بطبيعة الحال غياب الفيروس ووجود لمفاويات تي 4. أتابع. إذا جوابنا سيكون على الشكل التالي، إذا فيما يخص الوسط اثنان أدى حقا مولد المضاد الفيروسي في إلى تنشيط لمفاويات تي 4 وإفراز الأنتيلوكينات في السائل الطافي مما نتج عنه تكاثر الخلايا اللمفاوية، إذا النقطة كلها مرتبطة بالوسيط الكيميائي الأنتيلوكينات. فيما يخص الوسط رقم واحد رغم تواجد مولد المضاد الفيروسي فإن غياب لمفاويات تي 4 المسؤول عن إفراز الأنتيلوكينات، إذا عدم وجود الأنتيلوكينات في السائل الطافي نتج عنه عدم تنشيط وتكاثر الخلايا اللمفاوية. بالنسبة للوسط ثلاثة، إذا هناك تواجد للمفاويات تي 4 ولكن غياب مولد المضاد الفيروسي في هذه الحالة، إذا نتج عنه عدم تحسيس وتنشيط للمفاويات تي 4 وبالتالي عدم إفرازها للأنتيلوكينات في السائل الطافي مما أدى إلى عدم تكاثر الخلايا اللمفاوية. ألخص ما أشرت إليه قبل لحظات، إذا مولد المضاد سوف يؤدي إلى تنشيط بطبيعة تحسيس وتنشيط اللمفاويات، يتم تحسيس وتنشيط اللمفاويات تي 4. هذه الأخيرة تعمل على إفراز الأنتيلوكينات بطبيعة الحال، أنتيلوكينات تعمل على تنشيط وتكاثر كل من اللمفاويات بي واللمفاويات تي 4. اللمفاويات بي تذكرون ذلك تتحول إلى بلزمية منتجة لمضادات الأجسام، أما اللمفاويات تي 8 فبطبيعة الحال تتحول إلى لمفاويات تي قاتلة لمفوسيت تي سي. سؤال 3، مستعينا بالمعطيات السابقة بمعلوماتك فسر لماذا تظهر الأمراض التعفنية عند الطفل المصاب بالقصور المناعي المذكور. بطبيعة الحال إذا فيما يخص ظهور هذه الأمراض التعفنية، إذا غياب اللمفاويات تي عند الطفل المصاب منع حدوث بطبيعة الحال تعاون خلوي أي إفراز الأنترلوكينات وتنشيط كل من اللمفاويات بي والتي، وبالتالي عدم حدوث الاستجابة المناعية النوعية بمسلكيها بطبيعة الحال المسلك الخلطي والمسلك الخلوي. للتوضيح فقط، إذا غياب اللمفاويات تي 4 عند الطفل المصاب أدى إلى عدم تنشيط اللمفاويات تي 8 كما أشرت لذلك رغم تواجدها بكمية عادية وعدم إنتاج وإفراز مضادات الأجسام من طرف اللمفاويات بي. اما فيما يخص بطبيعه الحال كما اشرت لمزيد من التوضيح، اذا ربما اشرت الى ذلك، اذا فعلا عدم حدوث الاستجابتين المناعيه الخلطيه والخلويه جعلت هذا الطفل بطبيعه الحال عرضه لظهور الامراض التعفنيه. شكرا على انتباهكم والى موضوع اخر ان شاء الله.